كانوا بقدونس تشيكو. تكاليف قليله نفس الشيء فيش عنها بديل يعني نفسه اللي بيها بيها بدي يدخل على حاله بدي يشتغل فيش ولا مصدر دخل خمس شهور قاعد في الدار قاعد بده يدخل على حاله مصاري متعود اصلا يصرف متعود ياكل بده يدعم اولاده في غير الاكل في بنبص في حليب في متطلبات عنده مسؤوليه بقول لك انا بدي اترزق بدي ابيع خبز بدي ابيع اي حد مو اترزق بدي ابيع عشب ان شاء الله اترزق يعني انا حاليا بدرس صيدله في الجامعه يعني دكتور صيدله فجأة صرت أبيع في الشوارع. ناس يوميا بياكلوا الخبز ما في غيرها حتى من غير خبز من غير شيء يعني في ناس مش قادرة تدفع تجيب الخبز وضع صعب. The cessation of hostilities and restoration of a humanitarian space to deliver assistance and restore service are essential first steps in eliminating the risk of famine. If nothing changes, a famine is imminent in northern Gaza. We must all double down and live up to our responsibilities to ensure it does not happen on our watch.